شاب يبذل أيامه من أجل أن يهدر إنسانيته، لماذا؟ رجل يهتك حرمة عقله، لماذا؟ شاب يدمر مستقبله، لماذا؟ رجل يخيب أمل ذويه، ليه الطريق؟ لماذا؟ ليه الطريق اللي يدمر حياتك حياتك؟ ليه الطريق اللي يدمر حياتك؟ ليه السموم؟ ليه السموم؟ ليه السموم اللي تعجل مماتك مماتك؟ وليه البلا واللي تبعثر شتاتك؟ وليه المعيشة؟ ليه المعيشة بين ذل وحقران وحقران؟ يا راعي الدمان، 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 ناظر حواليك، دقق وشف وش هي نهاية مساعي. يا راعي الدمان، ناظر حواليك حواليك، وش هي نهاية مساعي؟ أما وقت حط والقيد بيدك، ولا بغد روحك وصرت بخبرك. أما وقت حط والقيد بيدك، ولا بغد روحك وصرت بخبرك. يا راعي وانت انخدعت وطعت راع الخديعة. العمر يمضي والدقايق سريعة، وانت انخدعت وطعت راع الخديعة. بيعك شي ما بودك تبيعه، واصبحت عقب الربح خسران خسران. يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، في كل يوم تجيب لهلك مصيبة، ولهي على شرواك حاجة غريبة. في كل يوم تجيب لهلك مصيبة، ولهي على شرواك حاجة غريبة. كل الدعالي تمني القريبة، لأنك بفعلك صرت ما كنك انسى، لأنك بفعلك صرت ما كنك انسى. يا راعي الدمان، يا راعي الدمان، يا راعي الدمان، يا راعي الدمان. والدك راسه في ثرى القاع والطير، وانت الذي في جوف حجره تربي، له اهتنابك وانتبه ما تهني، اكفى عن الدنيا وهو منك غضبان. امك بعد ما كنت بذرة حشاها، صرت السبب في كل حزن غشاها، ولا جيتها في يوم تطلب رضاها. العين حيران، حارت ودمع العين بالعين حيران. يا راعي الدمان، يا راعي الدمان، يا راعي الدمان، يا راعي الدمان، لكن نصيبك
نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه بر وإحسان اسلك الدروب الصحيحة واترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بالصدق القول توبة صريحة وجهر بها واصدع وقل لا للدماء لكن نصيحة واسمع الله يجزاك خير. تايه وضايع صح؟ ابشر بالخير. الله يغفر الله الله يقبلك الله يحبك. شفت ان الله سبحانه وتعالى يحبك وجاب لك هذه الفرصة اني اكون سبب وتكون هالزيارة للدكتور فرصة لك انك تعود الى الله سبحانه وتعالى. شيخ المسجد ابشر تعال تفضل ابشر بالخير ما شاء الله. وقعت راع الخديعة بيعك شيء ما بودك تبيعه أصبح عقب الربح خسران خسران يا راعي الإدمان يا راعي الإدمان يا راعي الإدمان يا راعي الإدمان في كل يوم تجيب لك مصيبة ولهي على شرواك حاجة غريبة في كل يوم تجيب لأهلك مصيبة ولهي على شرواك حاجة غريبة كل الدعالي الغريبة لأنك بفعلك صرت ما كنك انسى لأنك بفعلك صرت ما كنك انسى يا راعي يا راعي ثرى القاع والطير وانت الذي في جوف حجره تربي له اهتنى بك وانتبه ما تهنيت ابوي الدنيا مهوك امك بعد ما تنتبه وحشاها صرت السبب في كل حزن غشاها في يوم تطلب رضاها لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه بر اسلك الدروب الصحيحة واترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بالصدق القول توبة صريحة وجهر بها واصدع وقل لا للدماء لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه بر وإحسان لا للإدمان. لا للإدمان هذه رسالة لكل من توهم أن رجولته
وإن سعادته في المخدرات. كم من أب فقد ابنه وهو على قيد الحياة، وكم من أب ربما عانى كثير من الأمراض، من الهموم، من الغموم، من العقوق، ربما وصلت إلى حد القتل بسبب الإدمان. فالباب مفتوح لكل شخص سار في هذا الطريق، وأبشر بالخير، وباب الله سبحانه وتعالى لا يغلق. هذه فرصة لك، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يفتح لقلوبنا وإياكم الخير. بيض الله وجهك. تركي لهذا الإدمان، لهذا الحرمان من الأولاد، لهذا العقوق، لا للشتات، لا للضياع، لا للإدمان، لا للإدمان. لا للإدمان. كم ولد وكم أخ رضى يدخل في بيته قدام أخوانه الصغار، قدام أخواته، شافوا بعينهم، ما تعلموا من برا، لا والله تعلموا من أخوانهم، شافوهم قدامهم، لا وظيفة، لا تربية، لا قدوة حسنة. يا أخي وش تبي يا أخي؟ إذا الله بلاك والله أراد لك أن تبتلى يا أخي، اطلع من البيت يا أخي، روح أي مكان برا، مدامك مبتلى مبتلى. ما بقول لك لا للإدمان بس، بقول لك لا لضياع الأولاد، لا لضياع البنات، لا لضياع الأخوان الصغار، لا للإدمان بملء الفم، لا لضياع العائلة، لا لضياع الدولة كلها. لا للإدمان. كم بذل أبوك من وقته، كم بذل من جهده، كم بذل من تفكيره، كم تعبت عليك أمك في مدرستك، في سهرها عليك لما تمرض، في قومتها لك الصبح، كله علشان يبنون جسمك ذا بعد الله سبحانه وتعالى. تجي تضيع أنت وتحرق بيدك، أهلك كانوا يتمنون أنك زهرة مشرقة في المجتمع عشان يرفعون فيك الرأس، تجي أنت تحرق نفسك قدام أهلك ويصيب قلوبهم كل الندم وكل الحسرة، ولا لاجئ الأمر إلا لله سبحانه. كل الشكر للبدر على هالفكرة وعلى هالمشهد، بدر القحطاني، كلنا يد واحدة ضد الإدمان، من دولة إلى أصغر شخص في هذا المجتمع. الله يعطيك العافية.